عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم ان شاء الله مش نعملوا سيترونات كونسنتري، معناها هيك اللي تصبر مدة طويلة ونستحقوها البرشة حاجاتها. تنقل لكم شنو نجمو نستعملوها أبار الكيس السيترون اللي نشربوه، نجمو نستعملوها استعمالات أخرى. لكن قبل ما نشوفوا الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعملو جديد. وطوية لنبدأ. خذيت كمية من القارص، اغسلتهم بطبيعة الحال ونظفتهم بالباهي، وتوا باش ناخذ بالكعبة ونبداو نقشروها قشرة رهيفة. نحيو دوب الاصفر ذاك هاو ونخليو الابيض باش ما نشفش نحطوه في السيترون تاعنا. السيترون يجي بنين الا ما يبدا القارص فريشك وجديد، يبدا قديم القارص راهو ما يبداش فاوح. توا وقت تخبيط القارص، اللي حبي يعمل سيترونات توا وقتها مع تخاطر القارص طايب وباهي. الكعبات القارص كما تشوفوا نقشرهم كيكا قشرة رهيفة ونستحفظ بالأصفر وباش نحي الأبيض. أني في العادة نحطه الأبيض، ما نحيش يظهر لي يخثر السيترون ويعطيه لون مزيان، ما تجيش شفافة، تبدأ بيضة شوية السيترونات. مرة هذه باش نجرب من غير أبيض، تنقلكم أمي خير بالقشرة البيضة ولا من غير قشرة بيضة. خطر فما برشا ناس يقولوا اللي القشرة البيضة هي مرة، لكن أنا بصراحة التوا مانيش مقتنعة اللي القشرة البيضة هي مرة، حتى كيف ناكلها ونذوقها تجيني ما فيهاش مرارة. أما هاني باش نجرب وتو نشوف. نحيهم الكل. خليت صوص كعبات، حبيتها تجيني فيه شوية خثورة والابيض يجيني يبيض السيترونات يفتحها شوي. توا ناخذو بالكعبة كما تشوفوا، نشقها على اثنين وبالطريقة هذه يتنحاو القلوب الكل دفعة واحدة، ضربة واحدة يتنحاو القلوب. كي نقصها بالطريقة هذه في ساعة ما يتنحاو القلوب الكلهم، يتنحاو فرد مجموعة، يتنحاو اكل البلايص اللي يابسين شوية اللي تبدأوا في القلب نتاع القارصة، يتنحاو الكل مع بعضهم، الشوائب الكل تتنحى. شوفوا كيفاش كي نقصها بالطريقة ذيك القلب الكل يظهروا فرد مرة. هذه أحسن طريقة باش نحي القلوب الكل نتاع القارصة، الكلهم يظهروا ويتنحاو بسهولة تامة، خاطر القلوب مرين راهم، يلزمنيش نرحيو القارص والقلوب في وسطهم، يعطيو برشا مرارة القلوب. سيترونات من الأحسن نختارو القارص اللي يبدا قشرته رهيفة، هذاك يجي أبن ويبدا طايب ويبدا أبن. توا بعد ما كملت نحيت القلوب نتاعهم، مش نزيد نشقهم هكاكا في اثنين. توا باش ناخذ القشور صفر ونقطعهم كما تشوفوا، خاطر مش نرحيهم مع القارص، يعطيو برشا نكهه القشره الصفراء. توا باش نبدا نرحي بالسونتر في جوز باش يتخرج لي قارص نقي، معناتها من غير ماء، ما نحبوش يبدا فيه الماء. نحط شويه من الليمون وشويه من القشره الصفراء ونرحيهم مع بعضهم. حتى لين نكمل الكميه الكل، شوفوا كيفاش تحصلت على ايترا من العصير الصافي. توا هذا عصير صافي ما فيش ماء بالكل. لنا بعد ما كملت رحيت القشور هذوما، نحب نعاود نرحيهم على خاطر ظهر لي مازال فيهم شويه عصير، باش نعاود نرحيهم باش نخرج اكثر ما يمكن من العصير.
كيما تشوفوا نعاود ندخلهم للرحايا يخرجوا العصير اللي فيهم. باش يخرجوا شايحين على الاخر، معناها كيف نعاود نرحيهم يخرجوا شايحين على الاخر. كيما تشوفوا شوفوا كيفاش قاعد يخرج الجيو نتاع السيترون باقي يشرب. شوفوا كيفاش تحصلت على كميه باهيه، جي كاس عصير اخر تحصلت عليه. نصبهم توا على بعضهم، إتر سيترون صافي نحط له كيلو سكر. يجيني حلاوته باهيه، معناتها مقبول. اللي يحب اكثر شويه تنجموا تزيدوا اكثر شويه، انتم واش تحبوا. وانتم نوعيه القارص، خاطر فما قارص يبدا قارص ياسر حامض برشا، ما حتى كي تحط له السكر يجي باقي يبدا قارص. وفما سيترون يبدا باهي، معناتها مقبول مش قارص ياسر. بعد ما ذاب السكر قعدت نحرك فيه حتى لين ذاب. توا باش نخبيه نحطه في علب بلاستيكيه ونحطه في الكونجيلاتور يقعد لاباس عليه، يقعد ديما بنكهته باهيه. والسيترون كي يبدا مخلط بالسكر نتاعو وقت اللي حاشتنا وباش نجبدوه نلقاوه طري، نجمو نمدو منه بسهوله تامه، معناتها ندخلو المغرفه في وسطك السيترون المجمد ويتمدلنا بسهوله تامه. اما فيها نخلطوه مع الماء ونشربه، والا فكره اخرى اللي هي بنينه برشا وهايله ياسر، كيف تعملوا سلطه غله. توا جايين رمضان ان شاء الله مبروك علينا وعليكم. كي تعملوا سلطه غله تاخذوا مغرفه منك السيترونات هذيك وتحطوها مع الغله، راهي بنينه بنينه بنينه، نودكم ونشهيكم تعطي نكهه بنينه ياسر. وهذه هي السيترون تاعنا بعد ما حضر. شوفوا ما شاء الله بالحق بنين بنين على الاخر، عجبني ياسر. حتى كيف نحيت له الابيض جاء بنين بنين وخفيف. الفرق بين اللي بالقشره البيضاء وهذايا، هذايا جاء اخف شويه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله نكون قدمت لكم الاضافه واستفدتوا. نتلقى ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.